حياكم الله من جديد مشاهدينا، ما زلنا متواصلين معاكم وفقراتنا اكيد مستمره على الهواء. مشاهدينا، من اسعد الاوقات عند المرء ولاده طفل جديد، ويتوقع الجميع من الام ان تكون سعيده لاقصى حد، ولكن غالبا ما تتعرض المراه للاصابه باكتئاب الحمل قبل او ما بعد الولاده. راح نتعرف او نتحدث اكثر مشاهدينا حول هذا الموضوع مع ضيفتنا في الاستديو الدكتوره ليلى البلوشي، المديره التنفيذي للفكره للاستشارات الإدارية. صباح الخير دكتورة، حياك الله. صباح الخير. انتم مش مكتئبين بالمره؟ يعني لا مره مستانسين الحمد لله. صباح الورد والنور، حياك الله. حياك الله. بنتكلم اليوم عن الاكتئاب، اكتئاب الحمل. يعني اول شيء، في الفرق بين اكتئاب ما قبل الولاده والاكتئاب ما بعد الولاده، شو الفرق من بينهم في البدايه؟ جميل. اول شيء نقول الله يقوم كل حامل ان شاء الله بالسلامه، ونبارك لكل أم وضعت حملها إن شاء الله يا رب، واجعلها إن شاء الله ذرية صالحة. آمين. ثاني شيء، طبيعي جدا أن المرأة تمر بهذه المراحل. نعم. السبب الهرمونات، اختلاف الهرمونات، اختلاف نسب الهرمونات، ارتفاع الهرمونات، هبوط الهرمونات، محاولة الجسم أن يتكيف مع هذا الكائن الجديد. نعم. والعضو الجديد اللي موجود فيه. صحيح. فالعملية مش سهلة، أنت ياس تحمل جسد فوق طاقته، فجسم المرأة هيئة لهذا الشيء. صحيح. فالحين المطلوب أنها تتكيف نفسياً مع هذه المرحلة الجديدة. الهرمونات عبارة عن كيمياء الجسم، هي التي تخلي الشخص يكون نشيط أو العكس، تخليه ينزل نشاطه وتنزل فعاليته، وينزل حتى ممكن تخلي مقاومته للأمراض تقل. لذلك في مرحلتين، في عندنا اكتئاب ما قبل الولادة واكتئاب ما بعد الولادة. اكتئاب ما قبل الولادة يحدث بعض الأحيان، نحن لما يعني نسأل السيدات الحوامل عن سبب اكتئابهم، نسبة كبيرة تأتي بسبب الخوف من عملية الولادة وعملية ما بعد الولادة، وخاصة إذا كانوا أمهات جدد. نعم. إن هل بقدر أنا أربي هالولد؟ طيب كيف ردود الفعل؟ أو إن أحد الأسباب تكون عن توقعاتهم للطفل الجديد اللي راح هل راح يكون ولد ولا راح يكون بنت؟ ونحن عندنا ثقافة الشرق إنه لازم أول مولود، فلنفرض إنه إذا طلعت بنت. يعني هذا التفكير دكتورة ممكن يسبب الاكتئاب يعني للمرأة. هذا التفكير هو، هذا هني مش خلل هرموني. هذا التفكير هو عبارة عن ضغط نفسي تضع المرأة الحامل نفسها وتحط جهد عليها. لذلك رب العالمين يقول حق سيدتنا مريم، قري عينا لا تحزني. نحن هذا خلاص عملية الولادة طبيعي، المرأة راح تمر عليها، راح تمر عليها، والعملية مش سهلة، والكل من جربها يعرف، وأمهاتنا جربوها ويعرفون. لكن في المرحلة بسيدات يتعرضون للاكتئاب اللي هو أنواع الاكتئاب، نحن خلونا نعرف ما هو الاكتئاب، لأن يعني إذا كان خوف فهذا شيء ثاني، إذا كان نوع من أنواع ردود الأفعال فهذا ليس اكتئابا. نعم. الاكتئاب هو ردود أفعال تظهر على المرأة. نعم. جسديا فتلقاها دائما تعبانة، دائما مرهقة، منزوية، ما تحب تتفاعل مع الآخر، نوع من أنواع أنها تبعد الآخرين عنها، أو أن تكون عندها ردود أفعال قوية، ما تحب العلاقات الاجتماعية، وخاصة علاقتها مع زوجها تبتعد تماما عنه. هذا النوع من الاكتئاب، هذا رقم واحد اللي هو الجسدي. النوع الثاني النفسي، التفكير دائما وابدا سلبيا. أيوة. نهايه العالم وشو بيستوي، خلاص انا شو سويت في حياتي، سويت في حياتي وليش وكذا وكذا، والافكار والوساوس النفسيه القويه جدا جدا تكون قويه على المراه وعلى اعصابها. المرحله الثانيه اللي هو السلوك، يظهر على السلوك بكاء او عدم بكاء، رغبه في البكاء الشديد وما تقدر تبكي، او رغبه او انها تبكي بدون اي سبب، واحد ممكن يعني يسوي حركه قدامها او شيء، ممكن تتحسس من ابسط الاشياء. بالضبط. تتحسس من اقصى الاشياء. ممكن يكون كمان رده فعل الاكل، تلقاها تاكل وايد او تنعزل عن الاكل. فهذيلا نعم، هذا نسميه مراحل اكتئاب. نعم. احنا هذيلا مش خوف. هذه المرحله بعد الولاده اذا كملت، فهني ننتقل الى ما يسمى بمرحله اكتئاب ما بعد الولاده. نعم. اكتئاب ما بعد الولاده تقريبا يكون اكثر من اكتئاب ما قبل الولاده. والسبب في ذلك لان نحن عندنا المراه يفرز جسمها
نوعين من انواع الهرمون اللي هو الاستروجين والبروجستين. هذين الهرمونات هي تعمل على اساس ان في فتره الحمل على اساس ترتفع نسبتها الى تقريبا 10 أضعاف. نعم. فتخيل انت يعني انت الحمل والضغط اللي المادة الكيميائية هاي على الجسم. أيوة. فيصير في اوتوماتيكلي على الجسم ردود أفعال. هذا الهرمون بعد الولادة مباشرة ينزل الى في خلال 72 ساعة ينزل الى معدلات بسيطة جدا. نعم. لتحل محله هرمونات اخرى مثل هرمونات الحليب، هرمونات اللبن والهرمونات الاخرى. أيوة. اللي نعم. يعني شيء يحل محل شيء. محل شيء ثاني. الحين نقص هذه الهرمونات تسبب اكتئاب. لذلك ينصح للسيدات اللي يدخلون في مرحلة الاكتئاب اللي هو نسميه الاكتئاب الشديد، هناك أنواع من الاكتئاب تعالج بأمور عدة، لكن في سيدات لا يستطعن التعامل مع هذا النوع من الاكتئاب، فلذلك ينصح لهم. أيوة، ممكن أن الاكتئاب بعد يطول. صح، الاكتئاب يطول، لكن المفروض أنه ما يطول أكثر من تقريبا يعني شهور. أيوة. يعني بعد مرحلة النفاس أو بعد كم من شهر مرحلة النفاس نقول هذا اكتئاب، لكن إذا طول لا، هني في مشكلة أخرى تتعلق. أيوة. مع المرأة. نعم. تخيل أن درجة الاكتئاب هذه قد تصل أن المرأة تكره طفلها. الطفل الجنين هذا، الطفل المولود هذا ما تبي تقترب منه، ما تبي تشوفه، تبتعد عنه. نعم. يصير عملية نفور من الداخل للطفل هذا. ففي هذه الحالات الأطباء ينصحون المرأة أنها تأخذ إبر هرمونات. أنا من يعني أنا أفضل أنها تبتعد عن الأدوية، لأن خاصة إذا كانت أم مرضعة الأدوية لها مضاعفات سلبية في حالة الاكتئاب، وخاصة إذا كان أم توها يعني توها والدة. فهني في خلل في الهرمونات الجسدية عندها. أيوة. جميل، تفضل دكتور. فنحن هني عندنا، لذلك نحن في هذه المرحلة مهم جدا عندنا أن نعرف أول شيء تصنيف الاكتئاب، هل هي مرحلة مؤقتة ولا هل هو اكتئاب ما قبل الولادة. أيوة. أو ما بعد الولادة. كيف تعرف الحرمة أن هذا الاكتئاب ممكن أن يكون مؤقت أو ممكن أن يستمر لشهور كثيرة، ممكن أن يسبب هذا الاكتئاب مضاعفات كثيرة بعد؟ لذلك نحن مهم جدا عندنا ما يسمى يعني الاعتراف والمواجهة المشكلة هو نص العلاج. نعم. أنا أيوة أقول أنا فعلا عندي مشكلة وأنا محتاج مساعدة، طلب المساعدة هو نصف العلاج. إذا رقم واحد الاعتراف، لأن شوفي الاكتئاب ما قبل الولادة وما بعد الولادة وخاصة ما بعد الولادة يصيب من 10 إلى 15 سيدة. فالنسبة مش يعني ما أقول لك أنها ضعيفة، ففي احتمالات. في سيدات يستطعن من الداخل أنهم يتحكمون. كيف نعرف؟ مثل ما قلنا من التغيرات اللي تصير لدى المرأة، سواء ردود أفعالها كسايكولوجي، ردود أفعالها النفسية، ردود أفعالها الجسدية، ردود أفعالها السلوكية، هذا كله تعرف المرأة. وبعدين كل يعني الإنسان طبيب نفسه يعرف التغيرات اللي تصير. أكيد. بالضبط. دكتورة، يعني هل الاكتئاب أثناء الحمل ممكن يؤثر على صحة الجنين وسلامته؟ جميل، هي نفسية في النهاية والأخير. الطفل يتأثر بنفسية المرأة. أيوة. خلونا نحطها نثبت القواعد، يعني هذين الاثنين في مكان واحد. بالضبط. فطبيعي جدا لو كنت انا زعلان الطرف الاخر اكيد بيزعل وبيتضايق، ولذلك تلقى ان الام اول يعني سيدات الحوامل تلقى ان الام لما تكون متضايقه وزعلانه ما تلقى ان الولد انا اسفه يرافس، يبدا يتحرك، يكون يعني هادي. فهل يؤثر؟ نعم يؤثر. لذلك خاصه اذا كانت المراه حامل تحاول أن تتفادى بأقصى قدر ممكن هذه المرحلة. نعم. وتحاول أنها تبعد نفسها، لا تؤثر على نفسها ولا تؤثر على الطفل، لأن مثل ما قلت لك الاكتئاب المشكلة في ردود الأفعال. نعم. ممكن تصير عصبية، فهذا طبيعي جدا يؤثر على نفسية الأم ونفسية الطفل كمان. بالضبط. ممكن تأكل زيادة فهذا كمان يؤثر عليه. بالضبط. يعني دكتورة، الناس المحيطين بالمرأة الحامل، يعني نعم. أمها، أختها، زوجها، إذا كان عندها أولاد مثلا. نعم. يعني شو ممكن يقدمون لها من الدعم لتجاوز، نقول يعني حرمة والمرأة مثلا تربي، شو من الزوج، من الأهل، العائلة، الأصدقاء؟ الدعم مطلوب جدا خاصة المرحلة هاي. يعني بعض السيدات مثل ما قلت لك إنه يتفادون أطفالهم. لا تبدأ، يعني أنا أقول في هذه المرحلة لا تكون ناصح، لا تتم تحاول تقول طيب كل الناس مروا بهذه المرحلة، كل الناس وفي ناس ومش عارف إيش، لا
لا تزيد النصيحة. أيوة. لكن المطلوب مني أني أنا أبدي الدعم بطريقة أخرى. المساعدة. رقم واحد المساعدة. حلو. رقم اثنين فهم وضعها. فهم وضع المرأة هذه. إخواني الاكتئاب مش شيء هين. وتخيل أنه يكون سبب الاكتئاب خلل كيمياء في جسمك. فالعملية جدا جدا صعبة على هذه المرأة. ضغوطاتها أنه أول شيء ضغطها هي نفسها على نفسها أنه طيب انا مش قادره اسوي شيء، انا مش قادره اشيل الولد، انا مش قادره، مش عارف ايش، ما خلاص ما تعرف تسوي بالضبط. يعني التعب بيولوجي عندها تخترب يعني بالكامل، حتى مثل ما تحصل وقت يصير عندها تخبط مش عارفه. فانت في هالحاله لا تحاول تزيد، حاول انك تستوعبها. حلو. حاول انك انت تحتويها، حاول انك انت بين فتره وفتره تطبطب عليها اذا كان الزوج ما يحاول، انه ما تكون رده الفعل عكسيه تماما. لا. ليش مش انت اول وحده؟ يعني انا اسف دائما اسمع هالكلام. مش اول وحده تربين ولا اخر وحده بتربين. صح. هالكلام وامي سوت وخالتي يعني سوت. طيب خلي خالتك وامك بصوب النفسي. وعامل الحاله. حلو. هذه انت تعامل كائن حي. هذا بالنسبة لدعم الأهل ودعم العائلة ودعم الزوج للمرأة، كيف المرأة بنفسها تساعد المرأة؟ هذا سؤال جدا مهم. أول شيء يعني عملية الحمل والولادة عملية مش سهل، وهن. وهن وهن وهن، ذكر الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم. ثاني شيء المرأة لازم هي نفسها تقيم نفسها. شو التغيير اللي قاعد يصير عندي؟ هل أنا بديت أتغير؟ هل أنا مثل ما أنا؟ هذا رقم اثنين. رقم ثلاثة اعترافها أن هناك مشكلة. رقم أربعة ما في أجمل من الروحانيات، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. بالضبط. خليها يكون مستوى الروحاني عندها يكون عالي. طبعا في فترة العذر ما بعد الولادة نحن نتفهم أن المرأة ما تقدر تمسك قرآن وكذا، لكن ما في مشكلة أنها تسمع قرآن. حلو. تحاول أنها تكون مع ناس إيجابيين. صحيح. أول شيء تحيط نفسها بالجانب الروحاني، تقوي روحانياتها، تحاول تهدي هي من نفسها. يقول لك المثل عندنا ما يحك ظهرك غير ظفرك. صحيح. فهي اللي تحاول تهدي نفسها، هذا لأن ما حد يفهم سيكولوجيتها ونفسيتها غيرها هي. هذا رقم واحد. رقم اثنين تحيط نفسها بناس إيجابيين. رقم ثلاثة كل ما تقدر تحاول تغير البيئة وتحاول تغير المحيط اللي حولها وحواليها. ممكن يكون بطلعة، ممكن يكون إنها تمشي، ممكن يكون حتى لو بمشي خفيف. الرياضة. الرسول صلى الله عليه وسلم دائما يعني قال لنا لا تغضب. ولما يقول لك لا تغضب، ردة الفعل حق الغضب إنه لازم نتحرك. إذا كنت قاعد، إذا كنت واقف اقعد ولا مجرى. شو معنات هذا؟ الحركة. الحركة مفتاح الاكتئاب. صحيح. دائما وأبدا يقول لك المكتئبين حاول أنك أنت تغير جدول حياتك اليومي. صحيح. راجع جدولك اليومي، هل تمارس الرياضة؟ شغلة الثالثة اللي أو الرابعة هي موضوع الأكل. حلو. هناك نوع من الأكل يسبب الاكتئاب وخاصة في هذه المرحلة، ودائما الطبيب يعني الدكتورة اللي تعالج الأم بعد الولادة تنصح بمجموعة أغذية عشان الهرمونات وإعادة توازن الهرمونات في الجسم بالإضافة إلى هرمونات اللبن وإلى آخره. نعم. فمهم جدا أني أنا أعرف تغذيتي. أكل بشكل منتظم، أحاول أني أنا مجرد ما أحس، حتى لو ما فيها اكتئاب ممكن أن تأكل هذه الأغذية الصحية. أكيد طبعا، عشان تقي نفسها من الاكتئاب. يعني رب العالمين قال هزي إليك بجذع النخلة يتساقط رطب. الرطب يعني أثبتت الدراسات العلمية أن الرطب سحر للمرأة الحامل. سبحان الله. سحر للمرأة الحامل. نعم. يعني أول شيء نوع من أنواع التهدئة. نعم. نوع من أنواع يساعد عملية التقلصات اللي تصير في الرحم ما بعد الولادة. نوع من أنواع يعمل نوع من أنواع الريلاكسينج. الهدوء. صحيح. فلذلك الرطب. طيب يقولون الناس دائما طيب الموسم ما لقيت رطب. صح. في أغذية بديلة يعني، وفي وسائل بديلة تساوي الرطب. نعم. شكرا جزيلا لك ويعطيك العافية دكتورة. والله يسهل ولادة جميع السيدات. يعني الحمد لله الرجل ما له دخل أبد في الموضوع. يعني كنت متوقع بس احنا محتاجين مساعدتكم. طبعا أكيد بلا شك. كل الشكر والتقدير للدكتورة ليلى البلوش المدير التنفيذي للفكرة للاستشارات الإدارية على هذه المعلومات القيمة. مشاهدينا تجارب كيميائية مفعمة بالتشويق والمرح بعد الفاصل في ختام فقرات صباح الشارقة. خلكم معنا.